اهلا بيكم مشاهدينا، واخر فقراتنا النهارده هنتكلم فيها عن موضوع الساعه اللي مصر كلها بتتكلم فيه، ازمه الطاقه. نجيب فحم ولا ما نجيبش الفحم؟ الدنيا كلها بتدور على طاقه نظيفه، واكيد سمعنا عن السولار سيلز او الخلايا الشمسيه، عن طاقه الرياح، الطاقه النوويه في توليد الكهرباء. لكن من مفاجات بلدنا انه الحكومه قررت تستورد فحم. وزيره البيئه رافضه استيراد الفحم، وجالنا خبراء وفي ناس كتير جدا بتقول انه لا، الفحم بيستخدم. واخر حد كان عندنا هنا في نهارك سعيد تحديدا يوم الخميس اللي فات كان دكتور ابراهيم زهراني الخبير البترولي، وكان مع استخدام الفحم، وقالوا زي ما خبراء كثيرين قالوا انه والله المحطات الجديده دي بتيجي بالاجهزه البيئيه بتاعتها، وانه ما فيش ضرر على البيئه، وانه الموضوع بينتشر بره. لكن فوجئنا بمجموعه من الشباب المصريين من احدث المجموعات اللي اتكونت ضد استخدام الفحم، وهي مصريون ضد الفحم، وعاملة حملة شديدة ضد استخدام الفحم على أساس أنه رأي معاكس تماما، وهو أنه إحنا كده بنضر بلدنا. إحنا مش عارفين الحقيقة فين، لكن خلونا نستضيف ناس من مصريون ضد الفحم نسألهم رأيهم. هيكون مشرفنا الدكتور محمد الزواوي، طبيب الصحة العامة في جمعية التنمية الصحية والبيئية أهد، وعضو مجموعة مصريون ضد الفحم. صباح الخير. وسارة رفعت النشيطة البيئية ومنسق بمجموعة مصريون ضد الفحم، صباح الخير ومنورنا وأهلا بيكم في ماسبيرو. ونبتدي بقى عشان ايه نلحق بقى وقت الفقره ونتكلم في الموضوع بشكل مهم جدا. خبراء كثيرين جدا زي ما انا قلت في المقدمه بيقولوا لا والله دي المحطات هتيجي وبالاجهزه البيئيه وكل شيء. يمكن السؤال اللي انا سالته ما حدش جاوبني عليه لغايه دلوقتي، الفحم على ما يطلع من المينا للمصنع هل هنضمن ان هو يلوث ولا لا؟ حضراتكم رايكم ايه في الموضوع؟ طيب انا هبتدي. تلوث الفحم يعني مش احنا اول بلد نستخدمه، فبالتالي الدراسات حوالين الفحم بقى لها سنين. الدول اللي بتستخدمه اوريدي بتحاول تقلله، وزي ما انت سالت على نقطه مهمه، ده جزء مهم جدا هيتنقل من المواني ويخش على المصانع في مناطق مختلفه جدا في مصر. عندنا احصائيات بتقول على ارقام كميات الملوثات اللي بتطلع من الفحم بس اثناء عمليه نقله، غير اللي بتحصل اثناء عمليه الحرق. الفحم من اول ما بيخش من المينا او حتى سفره عبر البحار لحد ما يوصل للمصنع، كل دي سيركل من التلوث ما حدش بيخلص منه. طيب خلينا نرجع سنه صغيره ورا نتكلم عن مصريون ضد الفحم. ساره قولي لي، مصريون ضد الفحم اتكونت ازاي؟ عددكم قد ايه؟ وهدفكم الرئيسي طبعا هو ضد استخدام الفحم، بس انتوا ليه؟ ايه الدافع اساسا؟ احنا بدانا كمجموعه في حوالي في شهر نوفمبر في 2013، لما سمعنا ان في شحنه غير قانونيه، او شحنه يعني ما كانتش مسموح انها تخش من وزاره البيئه في مينا اسكندريه، وقررنا ان احنا يعني قضيه الفحم دي قضيه مصيريه لمصر، ولازم يبقى في تحرك للمجتمع المدني بشان الموضوع ده. واحنا عباره عن ائتلاف من منظمات ومن افراد مصريين. عددكم حوالي قد ايه؟ عددنا احنا ممكن نقول في مجموعة أساسية حوالي 20 شخص تقريبا، بس احنا في دلوقتي ناس كتيرة بعد طبعا ما الموضوع دلوقتي بقى الإعلام بيتكلم عنه أكتر، في متطوعين كتير يعني، وعندنا حوالي 60 فرد كانوا حضروا معانا قبل كده في ورش عمل وكده، كنا بنشرح فيها ايه موضوع الفحم. فالشباب ده دلوقتي في المحافظات المختلفة برضو معانا، وشباب زينا عندهم المعلومات وبيحاولوا ان هم يوعوا المجتمعات ويعملوا ضغط يعني. جميل. طيب دكتور محمد، حضرتك طبيب الصحة العامة في جمعية التنمية الصحية والبيئية أهد، رقم واحد أنا عايز أعرف إيه هي أهد عشان أنطلق منها إن أنا أتكلم مع حضرتك بشكل علمي، بما إن حضرتك دكتور، تقول لي أضرار المتوقع من استخدام الفحم. خلينا نبتدي بأهد ونخش على الأضرار. أهد جمعية أهلية اتأسست في سنة 87 على إيد مجموعة من الأطباء، كان في منهم أطباء مدرسين في الجامعات. الشباب دول في وقتها خدوا على عاتقهم موضوع الصحة العامة في مصر، وكان في يعني ده كان السيمة الرئيسية لشغل الجمعية، وكان في ملفات تانية زي الإعاقة والبيئة بنشتغل عليها من سنة 87.
فنقدر نقول ان احنا عندنا خبره كبيره متراكمه، والمجموعه اللي موجوده في الجمعيه باحثين في كل التخصصات اللي الجمعيه بتشتغل فيها. فطبعا بما ان احنا عندنا تلوث يعني محدث ولا حرك، فطبعا انتوا بقالكم سنين عايشين معاه. عايشين معاه اوريدي، كان في لنا مجهودات سابقه ضد المصانع اللي كانت بتتعامل، مصانع الكيماويات اللي بتتعامل على ضفاف النيل اللي كانت هتاثر، فاوريدي عندنا خبره بالاضرار والصرف الجائر والكوارث بالظبط على الصحه والبيئه نتيجه انه الصناعه ما بتدرش الاثار بتاعتها كويس على الناس قبل ما تفكر هي تعمل ايه. جميل، جينا بقى لمنطقه الفحم اخر ابداعات مصر. حضرتك بما ان حضرتك دكتور علميا، قول لي ايه الاضرار المتوقعه من الفحم؟ طيب انا بس حابب اقول شويه ارقام كده عشان بس توضح. يا ريت. انا بتكلم عندي هيطلع من الفحم 76 عنصر سم. هنيجي يعني نقول تحديدا اكتر تفصيلا. طب قبل حضرتك تكمل العناصر دي، انا بس عايز عشان الكلمه اصلها يعني بترن في الاعلام بقالها فتره كده، كلين كول تكنولوجي، تكنولوجيا نظيفه، وانه كل اكاسيد الكبريت وكل الاكاسيد وكل الحاجات الضاره دي هتيجي محطات والاجهزه البيئيه مدمجه فيها، يعني ما تقدرش ان انت تستورد ده من غير ده. ده الكلام اللي اتقال واتقال هنا تحديدا كمان. حضرتك تعليق حضرتك على ده ايه؟ وهل ده حقيقي ولا لا؟ انا شايف ان موضوع الفحم النظيف ده اكذوبه. في الدول اللي هي بتستخدم الفحم وعندها التكنولوجي زي اوروبا الغربيه وامريكا، اللي اوريدي هم اللي بيحطوا الستاندردز اللي اعلى مننا، واوريدي هم متمسكين بالستاندردز دي، عندهم تلوث وعندهم ارقام تكلفه صحيه بالملايين ومرضى بالملايين. فهاجي في مصر اطبق ايفن لو التكنولوجي لو انا طبقتها نفسها اللي موجوده بره بنفس الحداثه وطبقتها هنا، هل انا متاكد ان في مصر ملف البيئه فيه قوي؟ هل يا ترى المصانع دي اوريدي ملتزمه بالمعايير اللي هي ضئيله دلوقتي عشان هتلتزم بالمعايير الاعلى من كده؟ وهل ده ممكن سؤال. يفسر اعتراض وزيره البيئه الدائم؟ ده جزء منه، غير ان انا ليه احط ماده ملوثه في حين ان انا ممكن استخدم مواد نظيفه بالمقام الاول؟ كمان يعني رغم استخدام كل التكنولوجيز لا يحد ابدا من الضرر بتاع الفحم. المعادن الثقيله اللي موجوده في الفحم ومعظم ملوثات الفحم دي ما بتستنفش، دي بتفضل موجوده في السيركل بتاعه الطبيعه، يعني بتنزل في الميه، بتفضل موجوده في المياه الجوفيه، بتروح البحر، بتبقى موجوده في التربه، بتيجي من النبات للبني ادم، من الميه للبني ادم، من السمك للبني ادم. زي ايه؟ دي زي الزئبق مثلا، املاح الزئبق، وده الفحم هو الاكبر مصدر الغبار الزئبق في العالم، أو اللي هو الفيبر، الميركري فيبر. ازاي بقى يعني اللي هو شكرا اللي هو يا ريتها حتى على قد استخدامها دلوقتي حاجه نعرف نخلص منها بعد كده يعني. لا ده اوريدي خلاص، ده بقى قدرنا. فدي النقطه، انا بتكلم مش عن صناعه ومش عن طاقه، انا بتكلم عن مستقبل اجيال. واوريدي الدراسات كل ده محدده انه قد ايه نسبه اطفال في مناطق ده المصدر، تقارير عالميه ومصدر المصدر مجموعات. ايوه، وعندنا في حاجات منها من جامعات في الولايات المتحده وحاجات من في هنا. طبقا لدراسه اجرتها كليه الطب بجامعه هارفارد، اضرار استخدام الفحم لتوليد الطاقه على الصحه العامه والبيئيه تكلف الولايات المتحده الامريكيه 350 ل 500 مليار دولار. في رقم اعلى من كده في الاتحاد الاوروبي، احب اقوله، من 15 ل 48 مليار دولار في 27 دوله هي دول الاتحاد الاوروبي. دي سنوي، دي التكلفه الصحيه اللي الدول بتدفعها نتيجه استخدام الفحم. والارقام دي موجوده اونلاين، اي حد عايز يخش يشوفها يشوفها. اوريدي ممكن ننشر المصادر في اخر الحلقه. يا ريت يا ريت يا ريت. طيب برضو الاضرار البيئيه غير ده ايه؟ يعني المصنع انا فهمت انه المحيط بتاعه بيتاثر بشكل شديد. لو اتكلمنا انه احنا معانا لوحه ثانيه، انتوا قايلين 24 مليار تكلفه الصحيه لاستخدام الفحم في صناعه الاسمنت فقط من مجمل ميزانيه وزاره الصحه لعام 2013 2014. ده بناء على ايه؟ تكون دراسه اجراها جهاز شؤون البيئه عن ايه؟ الفحم في صناعه الاسمنت. ده من عندنا بقى يعني، ده حاجه لوكال في مصر. يعني دي الارقام دي من عندنا من حكومتنا. طيب تلوث اللي حوالين المصنع قد ايه؟ والنقل التلوث فيه قد ايه؟ طيب انا هاجي لك يا ساره، بس انا محتاج العلميات الحاجات العلميه دي عشان الناس تبقى معانا في الصور. طيب انا عندي مبدئيا التلوث بيتم على كذا مستوى. من المصنع وزن 10 كيلو متر حوالين المصنع، وفي نوع ده نوع من الملوثات، في ملوثات بتقدر تتحرك لمسافه 100 كيلو، في ملوثات بتقدر 100 كيلو في حاجات بتتحرك فوق ال 1000 كيلو، دي بتعبر حدود الدول. ده الغبار يعني، هو ده المنتجات الملوثات دي. تمام، احب بس اقول هنا على دراسه على
نقل الفحم في الولايات المتحده بما ان احنا هي دوله بتستخدمه وانا دوله ما بستخدموش؟ طبعا يعني اكيد هم النقل عندهم احسن من عندنا اكيد يعني اكيد في الاشتراطات. فانا عايز بس اقول قد ايه نسبه من الملوثات بتطلع كل سنه. اديني ثانيه استاذنك. اتفضل. طيب احنا معانا على الشاشه تكنولوجيا المرسمات بتكلم 600,000 اللي هم بيتكلموا عنها المرسمات احنا بنسمع عنها كتير ليست مجديه مع 80% من الجزيئات جسيمات الدقيقه المنبعثه من تصنيع الاسمنت ودي واحده من أسوأ المواد اللي بتسبب امراض الصدر والقلب من ومشاكل عند ناس في حلوان كثيره عند مشاكل اوريدي احنا عندنا تجارب يعني اوريدي عندنا هنا تجارب في مصر في حدود بس الاسمنت لسه ما يبقى الكومباينيشن يعني البريسيبيتيترز والكلام الكبير اللي احنا بنسمعه ده ما بيأثرش اوريدي بتكلم مش 100%. طب والصوره اللي جابوها لنا ومحطه في وسط اطفال بتلعب في امريكا وحاجات كده دي ايه؟ والله انا شايف هو اللي سوق قبل كده يعني على تاريخ مصر كله للصناعات الملوثه هو اللي بيسوق للموضوع ده دلوقتي فالموضوع مش جديد بس لازم ده اللي هو مين؟ يعني بتكلم على رجال اعمال ما عندهمش مشكله زي مصانع الكيماويات انا بتكلم في مجمل رجل اعمال ما عندوش مشكله في ان هو الصناعه تكون مضره فانا بتكلم مش ترند جديد على مصر ان في ناس علشان خاطر تعمل صناعه مش مهمه بالنسبه لها البيئه ده مش جديد على مصر شبه يعني الحمله كده اللي اتعملت التدخين زمان ان هم التدخين جميل وحاجات كده ما هي نفس الشركه اللي نفس الشركه في شركه بتادفوكيت ناحيه انه الفحم حاجه جميله الكلام ده من سنين طويله جدا هي نفس الشركه دي عملت مصيبتين في تاريخ العالم احنا نعرفهم كانت لما ابتدت تظهر اثار التبغ السلبيه هم طلعوا حمله مضاده شركه العلاقات العامه اللي مسؤوله بالزبط. عن التبغ جميل جدا ودخن وانجوي يور لايف والحاجه جميله جدا أشرب سجارة وحاجه ثانيه في العراق كمان كان وسيط في حرب العراق ان هم جابوا حد يمثل دور في من حرب الكويت ان هم كانوا في مستشفى وقتلوا عيانين عشان تكون سبب في حرب الكويت في الغزو ده كلام جميل يعني جدا يعني شركه تاريخها تعال نرجع للارقام خلينا في الارقام تمام نشوف بقى الارقام 600,000 طن اكسيد من اكسيد نيتروجين و 50,000 طن من الجسيمات الدقيقه خلال عمليه نقل الفحم بالقطارات والشاحنات اللي تعمل بالديزل في الولايات المتحده كل سنه بس ده لسه ما وصلش المصنع ولسه ما قلناش اي حاجه ما اتحرقش تمام نحب نتكلم في مقارنه مثلا الفحم بمصدر تاني في الانبعاثات مثلا اكسيد النيتروجين بتطلع هنقارن الغاز هم قالوا ان الاكاسيد دي بتخش وبتتفلتر وكله تمام طب احنا قلنا الاولانيه البريسيبيتيتورز دي 80% ما بتنفعش معاها اصلا النيتروجين بقى اخباره ايه ما انا بتكلم فرق الاثنين على التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي بين مصنعين واحد بيشتغل بالغاز واحد بيشتغل بالفحم اللي هو الوقود الصلب مثلا في اكسيد النيتروجين 2.3 ضعف كل ده اللي هو الفحم اكتر اكاسيد الكبريت 1343 ضعف الجسيمات الصدرية أو اللي هي جسيمات الدقيقة 138 ضعف الرصاص 12182 ضعف الزئبق 15 ضعف الديوكسينز 390 ضعف عن الغاز الديوكسينز دي كارثة لوحدها دي من المواد اللي بتترسب في التربة بترسب في ملاش حلول دي اسمها ملوثات ثقيلة دائمة دائمة ده كلام جميل طيب سارة هاجي لك عشان انا سيبناكي كتير في اخبار قريناها عن اتحاد الصناعات بيضع شروط بيئيه لاستخدام الفحم في توليد الطاقه وانه ده هيتنفذ ومش هيحصل مشكله وانه سمعنا كلام كمان انه يعني لن نسمح بالتلوث ولن نسمح بشيء حضراتكم رايكم ايه في الكلام ما لسه حالا شايفين ان التكنولوجيات اللي موجوده ما فيش حد يقدر يقول ان التكنولوجيات دي هتخلي الفحم نظيف مفيش حاجه اسمها فحم نظيف انا ممكن اخليه انضف سنه شويه بس في ضرر و لا يمكن منع الضرر يعني مش حلو وواقع ان هم بيحاولوا يروجوا ان الفحم نظيف ده في حد ذاته شيء مقلق يعني شيء مقلق ليه عشان هم مش راضين حتى يكونوا صراحه في ده ودي حاجه معلومات يعني طب في كلام بيتقال انه استخدام الفحم في توليد الطاقه هيبقى اوفر من الطاقات البديله وانه اسرع كمان يعني عشان نلحق الصيف وكلام من لا خالص اولا الفحم مش داخل عشان الكهرباء يعني اللي ضغط عشان الفحم يخش مصر هو قطاعات الاسمنت وهم كانوا عايزين يستخدموه لتوليد طاقه حراريه بدل الغاز عشان هم دلوقتي وتقال المزيج الاوروبي وده يعني يدخل فيه جزء زباله وفي جزء تاني بالظبط هو يعني الواقع ان قطاع الاسمنت كان بياخد تسهيلات وبياخد مواد خام كتيره منها الغاز بسعر مدعوم وعشان احنا مصر في ازمه يعني ما عندناش قدره ان احنا نستخدم الغاز اللي عندنا حاليا قطاع الاسمنت فجاه اضطر ان هو ايه يدور على بديل للغاز هما ممكن يستوردوا غاز من بره لو عايزين يحلوا فعلا الازمه بس هما ارخص لهم
عشان الفحم ارخص ليه؟ عشان مش هم اللي هيدفعوا التكلفه المجتمعيه والصحيه. طب سؤال، الطاقه الشمسيه ارخص ولا الفحم ارخص؟ اوكي، يعني هو دي حاجه يعني ممكن كل بلد نبص للسوق، يعني كل بلد في العالم ليها سوق محلي وفي توجه عالمي ان الناس تستثمر اكتر في الطاقه البديله. ليه؟ عشان هي دي المستقبل، وانه فعلا سعر الطاقه الشمسيه نزل حوالي 80%، بس ده طبعا بيختلف برضو على حسب كل سوق، بس ممكن نقول يعني الترند او الاتجاه ماشي فين. ماشي ان الفحم سعره بيغلى، يعني غالي بحوالي 19% من 2008، واسعار الطاقه الشمسيه والبديل عماله ترخص. واحنا لازم نحط في الاعتبار ان صناعه الفحم في العالم من اغنى الصناعات. دول ناس كسبوا فلوس كتير وعندهم قدره ان هم ياثروا على الدول، وان هم ياخدوا يعني كل الصناعات دي بتاخد دعم من الدول. جميل. احنا اكبر دعم عندنا اصلا في مصر هو دعم الطاقه، وفي الاخر برضو بنشتري باغلب الاسعار العالميه. ما علينا، ده موضوع كبير تاني. لكن خلينا ارجع لك دكتور محمد، طبقا للارقام اللي في ايد حضرتك وطبقا للدراسات، رتب لي المصادر الطاقه كضرر بيئي وكسعر. يعني ايه اللي يناسب وضعنا دلوقتي كسعر وكتلوث؟ ان احنا يعني عايزين نخلص شويه من التلوث اللي عندنا نسب رصاص عاليه جدا عندنا، يعني اللي هو مشاكل لسه اصلا مش عارفين نحلها. طيب انا عايز بس اقول على نقطه على موضوع الاستثمار في الفحم. قد يكون الفحم رخيص على اللحظه الانيه وبالنسبه بس لمستثمر الفحم. عندي دراسه بتقول هنا اذا التكلفه الصحيه اتضافت لثمن الفحم بيتضاعف ثمنه مرتين لثلاث مرات. يعني لو اللي هيستورد فحم او هيستخدمه هيدفع لي ثمن الامراض اللي هتجيلي، هيبقى سعره دبل او تريبل فولد اللي هو حزم. فدي يعني لو احنا هنستورد فحم ب 500 مليار مثلا، يبقى هيجي لي او مثلا 500 مليون هيجي لنا ب 4 مليار ضرر بالظبط. اوفرول يعني المفروض ده بالظبط، يعني ضعف او ثلاث اضعاف. فهو ده مين اللي هيحاسب عليه؟ هيحل الازمه دلوقتي وهيبوظ الدنيا بعد كده. دي واحده بالظبط. مبدئيا كمان في نقطه انه الفحم مش هيحل ازمه دلوقتي، يعني مش هيحل ازمه النهارده. انا بتكلم عن سنين، ودي حاجه هتستمر سنين كترند صناعه. نرجع تاني، طيب اولا ان انا استثمر في ده، ودي النقطه، ان انا استثمر في حاجه مضره وهتستمر مدى طويل، ولا انا استخدم في حاجه نظيفه وهتستمر مدى طويل وهتوفر. جميل. يبقى انت كده عشان فاضل لنا اقل من دقيقتين، قول لي ايه الحلول اللي قدامنا عشان الناس ما تقول لك والله ما فيش بديل. فانت اختم كلامنا، فاضل لنا اقل من دقيقتين، قول لي ايه الحلول البديله والطاقات النظيفه والارخص. الطاقه الشمسيه انضفهم طبعا، او الطاقات المتجدده انضفهم. قد تكون غاليه على المدى القريب، بس لو انا حسبتها، لان هي برده خلاص بدفع في الاول وبعد كده مصاريف صيانه اقل، فبالتالي على المدى الطويل دي ارخص، مش يعني مش مكلفه على المدى الطويل. بعدها الغاز طبيعي طبعا. بعدها ده من ناحيه ان هو انضف، هو ممكن يكون سعره عالي بس مقارنه بانه احنا عندنا مخزون محلي منه، ولو حلينا القضايا السياسيه حواليه هيبقى مناسب جدا لانه حاجه محليه. عندنا بعد كده الار دي اف، ومصر متميزه في المخلفات، عندنا ملايين اكتر من الزباله عندنا، واسعارها مبدئيا ارخص من الفحم باربعه وحاجه من 10 دولار. ده المانيا بتستورد زباله بالظبط للطن. دي بعد كده لو شاي استخدامها هتقل لاقل من 2 دولار للطن. دي ارخص من الفحم واقل تلوثا منه، واوريدي هي بتتحرق، فانا بعمل حرق نظيف ليها ان هو حرق كونتين، وبالتالي معانا صوره 83% من مخلفات قش الرز يمكن استخدامها لتلبيه 100% من احتياجات الطاقه المصانع. ده جزء من المخلفات اللي انا بتكلم فيها. الموضوع ان هو ما هو الموضوع انه الموضوع اكبر من كده. الموضوع قرار، مين اللي بياخد القرار وبياخده ليه؟ وهنلاقي الموضوع ان الشركات دي لها علاقه برضو باستيراد الفحم، فهو الموضوع يعني موضوع كبير في مصالح على صحه المصريين وعلى حساب الموضوع المصريين. كبير، ودي صحتنا كلنا، ويا ريتها صحتنا بس دي صحه ولادنا. دكتور محمد الزباوي، دكتور محمد الزباوي طبيب الصحه العامه في جمعيه التنميه الصحيه والبيئيه اهد، وعضو مجموعه مصريون ضد الفحم، نورتنا. وسارة رفعت الناشطة البي ام، ومنسق من مجموعة مصريون ضد الفحم، نورتونا يا شباب، ونتمنى لكم التوفيق. ميرسي ليك عشان مستقبل البلد. شكرا لك. مشاهدينا، دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية يومنا ونهاية حلقة منتصف الأسبوع. أعتقد بعد اللي احنا سمعناه ده يا ريت بقى الحكومة تشوف لها طريقة تانية، يعني نصدر زبالة، نعمل خلايا شمسية، نشوف لنا حلول، لأنه أعتقد كفاية التلوث اللي موجود عندنا، مش ناقصين. بكرة نشوفكم مع فريق عمل جديد، يا رب السلام الدائم لمصر وسلامة أهل مصر. نشوفكم على خير.